فترات الجايه كابتن عادل فترات صعبه جدا، ويمكن نتكلم عنها مستر كولر. والفترات صعبه ولازم اعمل حسابها من دلوقتي كويس، عشان كده بتكلم عن جاهزيه اللعيبه. جاهزيه اللعيبه مسؤوليه مدير فني، مسؤوليه الجهاز اللي معاه وخطه الاحمال، ولكن اللعيبه كمان عليها مسؤوليه اكيد. بس هو اول واحد في المخطط العام للاحمال وفي مدرب الاحمال، في فرق ما بين الوظيفتين. المخطط العام اللي هو مخطط الاحمال ده اللي الراجل اللي بيحط البلان السنه، اللي هو هيقول لك في بطوله في فبراير مع الاهلي في كاس العالم، وبعدين في ماتشات خمس ست ست سبع ثمان كده. الاستراتيجيه هتتغير لو هو حاطط بلان، لان انت رايح كاس عالم من اول فبراير ان شاء الله. طبعا في كاس عالم يعني في كاس عالم للانديه، يبقى في بلان اخر للاحمال ينفذها مدرب الاحمال. يجي مدرب المدرب يجي المدرب نفسه اللي هو المدير الفني بيحط ازاي طرق اللعبه اللي هيلعب بيها، يعني مثلا، وبعدين ينفذها له مدرب الاحمال بقوتها، وبعدين المدربين اللي معاه بيشتغلوا على تعليمها للاعبين. لا استناني في نقطه هنا بس. اتفضل. انا مثلا مدير فني عندي مباريات في الدوري المصري، تمام، هيتحط لها طريقه لعب معينه، انا بلعب بطريقه معينه ما بغيرهاش، تمام، انا كمدير فني، تمام. طب انا رايح بعد كده كاس عالم للانديه، تمام، عندي مباريات خارجيه مع انديه افريقيه في بطوله ابطال الدوري الافريقيه، تمام، طرق اللعب تختلف. ما هو هنا ايه بقى الفكره في التدريب، اللي هو ايه الفكره في التدريب اللي هو المرونه التكتيكيه اللي احنا بنتكلم فيها. كل فرقه هتلعبها ليها رجالها كويس، وكل فرقه هتلعبها ليها تخطيطها وليها طريقه لعبها. يعني انا ممكن اكون بلاعب فرقه متوسطه المباراه دي، وفرقه جامده من الفئه الاولى في المباراه الثانيه، وممكن بعد الاسبوع بيبقى عندي مباراه من اخر فرق في المجموعه في الدوري. فبعمل ايه؟ بشتغل، هل اعمل التدوير او التجهيز او اللي هو زي ما الراجل اتكلم في المؤتمر الصحفي، قال انا بجهز اللعيبه وبيجهز عدد كبير من اللعيبه. يعني انت دائما انت مش تقدر تلعب ال 25 لاعب، انت بتلعب 20 18 17 المفروض، فانت بتزود عندك القايمه شويه المجيدين والجاهزين. طبعا انا عايز بس اقف معاك هنا وبرضه اقف مع الكباتن واخد رايهم. هو بيبقى عنده رؤيه لتشكيل اساسي؟ طبعا هو المفترض ان المدرب بيبقى عنده استراتيجيه لعب بطريقه بسيستم كويس وافرادها.